الحصاد من قناة الغد في القاهرة، أهلا بكم. البداية بالعناوين. في أول لقاء مباشر بينهما منذ تمرد جماعة فاغنر، الرئيس بوتين يؤكد لنظيره البيلاروسي فشل الهجوم الأوكراني المضاد. تصاعد حدة الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية في إسرائيل عشية التصويت عليها في الكنيست. الحرب في السودان تدخل يومها 100، مخلفة وراءها آلاف القتلى وملايين النازحين مع تعثر الحلول لوقفها. الدول المشاركة في مؤتمر روما تتفق على اتخاذ إجراءات للحد من الهجرة غير النظامية. أهلا بكم إلى تفاصيل الحصاد. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد باء بالفشل. وخلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو، قال بوتين إن فصل غرب أوكرانيا وتقطيع أوصال البلاد أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا. كما أكد بوتين تدمير عدد قياسي من المعدات العسكرية الأجنبية خلال عملية خاصة مؤخراً. زيارة جديدة إلى روسيا تحمل الكثير من الرسائل يجريها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تركز على تطوير العلاقات بين البلدين ومتابعة الحرب في أوكرانيا. وفي قصر قسطنطينوفسكي في بطرسبرغ، أجرى الرئيسان الروسي والبيلاروسي محادثات حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وناقشا آخر المستجدات التي طرأت على مسرح عمليات الحرب ضد أوكرانيا. يجب شن الحرب ضد كتلة الناتو بأكملها، الأسلحة في حوزتهم والمرتزقات يشاركون بالفعل. يشير هذا إلى أن هذه السياسة الطائشة المتمثلة في إلقاء الأشخاص غير المستعدين والمرتزقة في الجحيم لن تؤدي إلى أي شيء. يشاركون بنشاط المرتزقة، وأحضرت لكم بشكل خاص خريطة لنقل قوات بولندية إلى حدود دولة الاتحاد. لا يوجد هجوم مضاد، ماذا بعد؟ الهجوم المضاد موجود بالفعل لكنه فشل. على أي حال، يجب على عامة الناس في البلدان التي ترسل حكوماتها أشخاصا إلى منطقة القتال أن يعرفوا أيضا ما يحدث هناك، وسنلفت انتباه الناس إلى هذا الأمر حتى يقيموا تصرفات سلطاتهم. وفيما بدا إشارة لتهديد مبطن، قال لوكاشينكو إن مقاتلي فاغنر يرغبون في زيارة بولندا إلا أنه يحول دون ذلك. عناصر فاغنر ألحوا علي بأنهم يريدون توجه نحو الغرب للذهاب في رحلة إلى وارسو، وقلت لهم لماذا تريدون الاتجاه غربا؟ نحن نتحكم فيما يحدث. أنا أسمح لقوات فاغنر بأن يقيموا في بيلاروسيا كما اتفقنا، ولكنني لا أريد أن أنقلهم إلى الغرب. وكان مقاتلو فاغنر شرعوا في تدريب القوات الخاصة في بيلاروسيا في نطاق عسكري على بعد أميال قليلة من الحدود البولندية، في وقت حركت فيه بولندا قوات إضافية نحو الحدود مع بيلاروسيا للتعبير عن غضبها من وصول فاغنر إلى مينسك. وردا على ذلك، حذر بوتين بولندا من أي اعتداء على بيلاروسيا، وقال إن موسكو ستستخدم كل الوسائل لديها للرد على أي اعتداء تجاه مينسك. نفتح نقاشا في هذا الموضوع مع ضيفينا من موسكو، المستشارة في مركز الدراسات الدولية الدكتورة إلينا سوبونينا، ومن كييف رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية الدكتور محمد فرج الله. أهلا بكم معنا في الحصاد. أبدأ معك سيد فرج الله، من تصريحات الرئيس بوتين حول الفشل الذي مني به الهجوم المضاد، هل الوضع كذلك؟ تحية لكم سيد الكريم، لمشاهدين الكرام ولضيفتك من موسكو. سيد الكريم، اعتدنا واعتقد كل متابع للحرب في أوكرانيا والغزو الروسي يصل إلى قناعة واضحة بأن تصريحات بوتين قيمتها صفر وأنها صحتها صفر. أليس بوتين الذي قال في أول أيام الغزو بأن الجيش الأوكراني استسلم بعد يومين؟ أليس بوتين الذي حاليا يكاد يعني يمسك بالسلطة بعد تمرد فاغنر عليه؟ أليس بوتين الذي حاليا أصبح معزولا من العالم ولم يستطع أن يحقق أهداف؟ لذلك ما يقوله بوتين الآن هو موجه فقط للداخل الروسي،
على الأرض الجيش الأوكراني حرر حتى الآن 250 كيلو متر مربع. الجيش الأوكراني ألحق في مقبرة الدبابات في أوغلدار هزيمة بالجيش الروسي. الجيش الأوكراني الآن يضرب بشكل مباشر وبشكل مستمر القواعد العسكرية الروسية في القرم، يتقدم تمام. على محور زاباروجا وباخموت. نعم، سنتحدث في التفاصيل الميدانية سيد فرج الله، لكن دعني أذهب لدكتورة سبونينا فيما قلت التصريحات الخاصة بالرئيس بوتين من حيث القيمة صفر والصحة أيضا كذلك، وهذا ما تؤكده ربما الولايات المتحدة من خلال وزير خارجيتها الذي قال بأن القوات الأوكرانية حققت تقدما في المناطق التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا بنسبة 50%. كيف تردين سيدة سبونينا؟ مساء الخير للجميع. هذا الكلام من قبل سيد بلينكين هو غير صحيح، لأنه القوات الأوكرانية لم تتقدم، والجميع يشيرون الآن إلى أنه الهجوم المضاد الأوكراني قد تعثر، وهذا رغم أنهم بدأوا يستخدمون قنابل عنقودية. فرغم ذلك هناك تعثر في الهجوم المضاد، فإذا روسيا الآن تعتقد بأنه ممكن أن تكون لدى غرب سيناريوهات أخرى، مثلا بمشاركة بولندا على سبيل المثال. ممكن أن تكون هناك خطط لدى بولندا ودول البلطيق بإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى غرب أوكرانيا لتقسيم البلاد. فإذا اللقاء ما بين لوكاشينكا وبوتين هو ليس فقط رسالة للداخل الروسي، حتى أقل من هذا، لأنه هي رسالة برأيي لهذه الدول، لبولندا ودول البلطيق ولأمريكا، أنه هي تقول هذه الرسائل أنه لدى روسيا معلومات استخباراتية وجاهزية كاملة للرد على مثل هذه الخطط. نعم، ماذا يعني روسيا في هذا الأمر أن تنفصل الأجزاء الغربية لصالح بولندا؟ يعني ما دخل روسيا في هذا الموضوع؟ هو شأن أوكراني ربما بولندي في ضوء هذه الحرب سيدة سبونيني، أم أن الرسالة أكبر من مجرد بولندا وغرب أوكرانيا؟ لا، هي رسالة أكبر. لأنه روسيا وروسيا البيضاء بيلاروسيا هي لديها شراكة الآن متينة جدا، فروسيا تهتم بأمن واستقرار في داخل بيلاروسيا. وهذه الرسالة أيضا تقول لبولندا أنه أنتم حتى إذا أردتم أن تنفذوا هذه الخطط عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار الوضع في روسيا البيضاء، وعليكم أن لا تهددوا هذه البلاد لأنها تحت الحماية الروسية الكاملة. تمام، سيد فرج الله كيف ترد؟ لماذا تثار أيضا هذه القضية الآن، انفصال غرب أوكرانيا لصالح بولندا بمعية الدول الغربية؟ أستاذ الكريم، من قمة السخرية أن نسمع من روسيا التي لا تحترم القانون الدولي، روسيا التي تقول تجد أوكرانيا، روسيا التي تحتل أجزاء من 4 أقاليم وتريد أن تحتل المزيد، من السخرية أن نسمع بأن روسيا حريصة على وحدة سلامة الأراضي الأوكرانية. روسيا تلعب في هذه الشماعة وهذه طبعا الخطة القديمة الفاشلة، وهي بأن الغرب يريد أجزاء من أوكرانيا. يا سيد الكريم، أوكرانيا تثق وثقة كاملة بالغرب، ولولا الغرب ولولا بولندا بالدرجة الأولى ووقوفها مع القوات المسلحة الأوكرانية منذ طبعا الشهر الثامن الغزو، لما استطاعت أوكرانيا أن تصد الغزو الروسي وتوقفه إلى هنا. هنا روسيا طبعا دائما ترسل رسائل يائسة إلى الغرب، معناها تعالوا نقسم أوكرانيا، أنتم خذوا غربها ونحن نأخذ شرقها، وهذا يدل على أحلام اليقظة، وأن روسيا لازالت تعيش قرنا من الزمان من الماضي. روسيا لازالت تعيش تلك الأوقات عندما قاسم ستالين وهتلر أوروبا. روسيا لازالت تعيش تلك الحقبة المظلمة أوروبا، وحتى الآن لم تعي على الواقع الجديد، بأن اليوم كل الجناح الشرقي
لحلف الأطلسي اليوم هو يصلي من أجل طبعا نصر أوكرانيا، واليوم الغرب يرى بأن القوات المسلحة الأوكرانية هي القلعة المنيعة في الشرق الأوكراني في الشرق الأوروبي التي سوف توقف في الغزو طبعا الروسي. روسيا لا زالت تحاول أن تخدع العالم، والعالم كله يعلم من هي روسيا ومن هو بوتين. روسيا تحاول أن تخدع العالم سيدة سبونينا في ذات النقطة، ولكن في سياق ما جرى اليوم بين الرئيسين وتصريحات لوكاشينكو التي دعا فيها إلى شن حرب على جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بسبب موقفهم من الحرب الروسية في أوكرانيا ودعم كييف، ما خطورة هذه التصريحات الآن؟ وهل فقط هي مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي؟ لا، أنا أخشى أنه هي ليست مجرد تصريحات للاستهلاك الداخلي مثلا أو إعلامي، لا، هذه هي تصريحات أكثر من ذلك. أولا، روسيا بالفعل قلقة بسبب وجود ودراسة خطط إرسال قوات متعددة الجنسيات إلى غرب أوكرانيا، وهذه الخطط هي أم تدرس الآن في دول البلطيق وفي بولندا. وثانيا، روسيا قلقة بأن هذه القوات ممكن أن تهدد روسيا البيضاء، أو ممكن أن تثير اضطرابات في داخل روسيا البيضاء. فأنا أعتقد بأن هذه التصريحات إلى هدف استراتيجي وليس فقط تكتيكي. وبالإضافة لما ذكرته، بوتين مرة قال أنه يريد أن تستمر لدى دول الغرب حالة التوتر والنرفزة. فهذه التصريحات هي بالفعل أثارت نوع من القلق لدى دول عديدة. حتى أوكرانيا هي الآن مضطرة أن تنقل جزء قليل من قواتها إلى حدودها الشمالية مع بيلاروسيا. سيدة سبونينا، يعني هل ما تقولينه الآن بهذه الرؤية والقراءة يفسر التصريحات التي تحدث بها لوكاشينكو وقال عناصر فاغنر الذين يتواجدون في بيلاروسيا يطلبون الذهاب إلى بولندا ولوكاشينكو يمنعهم من ذلك؟ نعم، أنا أعتقد أن هذه التصريحات هي تأتي في إطار هذه الرؤية، وهي أكيد منسقة تنسيقا كاملا مع موسكو، وهذا واضح جدا. فنعم، هذا يعني أيضا أنه نحن لسنا أمام الحل التفاوضي أبدا، نحن أمام الموجة الجديدة من التصعيد. سيد فرج الله، نحن أمام موجة جديدة من التصعيد، وتصريحات لوكاشينكو أشارت إلى ذلك، التهديد بعصا فاغنر مجددا الذين هم موجودون على الأراضي البيلاروسية والتوجه إلى بولندا، ومنعهم لوكاشينكو من ذلك حسب تصريحاته. كيف يمكن التعاطي مع ذلك؟ أستاذ الكريم، أولا نقطة مهمة جدا. تفضل. روسيا، عفوا، بيلاروسيا، روسيا البيضاء هي دولة فاقدة السيادة منذ 3 أو 4 سنوات. طبعا عندما فشل لوكاشينكا في الانتخابات، لوكاشينكا عين رئيسا على بيلاروسيا من بوتين. إذن اليوم هي روسيا واقعيا محتلة من روسيا، ولولا ذلك كيف نفسر بأن بيلاروسيا سمحت القوات الروسية أن تهاجم أوكرانيا من الشمال في أول أيام الغزو منذ العام الماضي، وبعدها قام الجيش الأوكراني بطرد الروس من إقليم كييف وكل الهزائم. اليوم تصريحات لوكاشينكا مع بوتين لمن تحدث مع نفسه، ولكن هنالك طبعا هنالك عبارة عن شكوى مبطنة. عندما يقول لوكاشينكا لبوتين بأن فاغنر يريدون الذهاب برحلة طبعا إلى بولندا، هو يشكو لأنه يعلم بأنه هي عبارة عن تركة ثقيلة عليه. فاغنر عندما أخرجت من روسيا وتحملتها بيلاروسيا، اليوم هنالك عبارة عن تركة ثقيلة على أرضه، على أرض بيلاروسيا التي طبعا هي تحاذي حلف الناتو
من الغرب ومن الشمال الغربي، واليوم أي قلاقل بيلاروسيا غير قادرة على الصمود. الجيش البيلاروسي كله على بعضه 25,000. أما روسيا وكل تصريحاتها هو لمن غير قادر عن تحقيق شيء ويقول بأن شيء. يا سيد الكريم، الجيش الروسي عاجز عن حسم معركة باخموت، كيف سيكون بإمكانه اليوم أن يفتح جبهة مع بولندا؟ هذه كلها عبارة عن رفع التصريحات، رفع مسقف التصريحات، عبارة عن عند المهزوم عندما يلوح بأنه تمام. سيغزو العالم. روسيا الآن عاجزة عن التقدم حتى في إقليم خيرسون، وتريد أن تفتح جبهة مع الناتو الذي طبعا متن جبهته الشمالية بفنلندا والسويد. نرى بأن التصريحات الروسية تمام. لا قيمة لها ولا علاقة لها بالواقع. واضح. سيدة سبونين، أنتقل لك لأتحدث معك في محور جديد في هذا النقاش، متعلق بالقضايا الميدانية والجبهات التي تشتعل فيها المعارك، سواء كان على الجبهة الشرقية أو الجبهة الجنوبية، ميناء أوديسا وشبه جزيرة القرم. لماذا تركز روسيا الآن في معاركها على أوديسا على الجبهة الجنوبية المطلة على البحر الأسود؟ أولا تعقيبا على ما قيل، استقلالية روسيا البيضاء هي أكثر بكثير من استقلالية أوكرانيا، وهي أصبحت دمية في يد واشنطن. هي ممكن أن تنظر لنفسها كالقلعة المنيعة، ولكنها تستخدم من قبل دول الغرب من أجل إضعاف روسيا، وهذا للأسف الشديد. لو كانت أوكرانيا تفهم خطورة الوضع لما استفزت روسيا. فمثل ما الآن تتعاون مع روسيا جورجيا على سبيل المثال، وهي بطلت تتحدث عن خطط انضمام لمنظمة ناتو. فبالنسبة للقصف الروسي على مواقع في أوكرانيا، فالجزء الكبير منها هي ردود الفعل على ضربات أوكرانية في العمق الروسي، وعلى ضربات أوكرانية على جسر ما بين شبه جزيرة القرم وأجزاء روسيا الأخرى، وعلى شبه جزيرة القرم نفسها. أشكرك جزيل الشكر، سعيد كثير من الحديث معك الدكتورة إلينا سبونينا، المستشارة في مركز الدراسات الدولية، كنت معنا من موسكو، وشكر موصول لك، كنت معنا من كييف، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية الدكتور محمد فرج الله، شكرا جزيلا لك أيضا. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إن إسرائيل تعيش حالة طوارئ بسبب تصاعد الاحتجاجات، داعيا إلى الوصول لتوافقات بشأن التعديلات القضائية. تصريحات هرتزوغ تزامنت مع بدء الكنيست المناقشة العامة لمشروع قانون التعديلات القضائية، تمهيدا للتصويت النهائي عليه خلال هذا الأسبوع. هذا وتوافد المتظاهرون إلى محيط الكنيست رفضا للتصويت على مشروع القانون. نسلط الضوء على هذا الموضوع مع ضيفنا من القدس المحتلة، المحامي والخبير في الشؤون القانونية سيد محمد دحلي، أهلا بك معنا في الحصاد. بداية من تصريحات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ التي تحدث فيها وقال حالة طوارئ تعيشها إسرائيل، ما مآلات هذه الحالة، وهل تأتي في سياق التحذير من حرب أهلية برأيك؟ يعني ربما لم يصلوا لحرب أهلية، ولكن لا يختلف اثنان في المجتمع الإسرائيلي اليهودي أن الوضع الموجود به المجتمع الآن هو وضع غير مسبوق من الانشقاق الداخلي حول قضايا جوهرية برزت الآن إلى السطح، كانت في الماضي مخفية ولكن الآن باتت ظاهرة للعيان. هنالك معسكرين متناقضين مختلفين وقد يصبحا متقاتلين. حتى الآن كان هذان المعسكران جزء من ما يسمى بوتقة الصهر، ألا وهي الجيش الإسرائيلي، ولكن الآن هذه الخلافات تدخل إلى داخل مؤسسة الجيش وإلى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، والانشقاقات بدأت هناك. 1150 من الطيارين والمقاتلين في سلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا أنهم لن يتطوعوا بعد الآن
إذا تم تمرير القانون يوم غد، وبالتالي الوضع هو على حافة الهاوية. تمام. لا أحد يعرف أين ستؤول الأمور، ولكن الجميع يتفق أن الوضع بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي ومن وجهة نظره هو وضع خطير للغاية. إذن وضع خطير للغاية. في ظل ذلك الهستدروت كان هناك مبادرة لحل هذه الأزمة دعمها زعيم المعارضة يائر لابيد. أيضا الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ تحدث عن وجود حلول توافقية. ما شكل هذه الحلول التوافقية إن وجدت، وهل ستختلف عن سابقاتها والتي فشلت في إيقاف نتنياهو والائتلاف الحكومي عن مسعاهم؟ يعني الاحتجاجات بالماضي تمكنت بالفعل من كبح جماح الحكومة لفترة معينة. الحكومة ابتدأت بموضوع السيطرة على موضوع على لجنة اختيار أو تعيين القضاء في البلاد، وقد تراجعت عن ذلك حاليا، هي انتقلت إلى موضوع آخر هو موضوع صلاحية المحكمة العليا بالأساس، وعلى وجه الخصوص موضوع تقليص صلاحية المحكمة فيما يتعلق باستعمالها لحجة المعقولية من أجل إلغاء قرارات إدارية سواء للحكومة أو للوزراء أو لمنتخبي الجمهور. الآن نرى أن الاستدروت تحاول أن تقلص هذا التقليص، بمعنى التقليص الذي تقترحه الحكومة الآن من خلال مشروع القانون، جاءت ما يسمى الاستدروت وهي ممثل أكبر قطاع للعاملين في البلاد، وأيضا رئيس الدولة هيرتسوغ يقترحون الآن أن يكون هنالك تقليص ما لصلاحيات المحكمة، ولكن ليس لكل القرارات الإدارية، مثلا ليس لقرارات الوزراء، ولا تقليص على الرقابة القضائية المتعلقة بالتعيينات من قبل هؤلاء الوزراء، لما سيفتح مجال واسع للفساد الإداري، ولكن أن تمنع المحكمة العليا من أن تتدخل فيما يتعلق بالأمور التي لها طابع سياسي عندما تأخذ الحكومة بكامل هيئتها قرارات سياسية، حينها لا تتدخل المحكمة العليا. سيد ولكن محمد. عرفنا أن الائتلاف الحاكم رفض هذا العرض، وحتى الآن لا يوجد بالفعل عرض حقيقي الذي له فرص أن يقبل حتى يوم غد. نعم، عند وجود اختلافات من هذا النوع في أي دولة يتم الرجوع إلى المحكمة الدستورية، إلى الدستور الأساسي. بداية، لماذا لا يوجد دستور في إسرائيل مكتوب من أجل معالجة هذه القضايا والإشكالات، حتى لا يتم تكرار مثل هذه القضايا، حتى لو لم يمرر هذا المشروع وهو السيناريو المستبعد؟ يعني هذا هو سبب كل ما يحصل الآن في الشارع الإسرائيلي. عدم وجود دستور له أسباب كثيرة، أسباب يعني تاريخية، سياسية، دينية، إن شئت لها علاقة بعلاقة يعني موضوع علاقة الدين بالدولة، مدى يهودية هذه الدولة ومدى كونها دولة علمانية. لذلك اللحظة التاريخية التي عادة يتم بها تبني دستور عند إنشاء الدول، هذه اللحظة التي كانت لدولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، لم يتم تبني دستور بالتوافق حينها لعدة أسباب، أهمها أنهم لم يريدوا أن يحددوا مدى علاقة الدين بالدولة، هذا أولا. والموضوع الآخر أنهم كانوا يدعون بأن الأقلية من الشعب اليهودي موجودة في فلسطين عندما أعلنت دولة إسرائيل، وبالتالي هذا ليس الوقت الملائم لتبني دستور من قبل الأقلية. والسبب الأهم هو أيضا موضوع حدود دولة إسرائيل، كما تعرف الدستور بالعادة يحدد أيضا حدود الدولة، وإسرائيل ليس لها حدود معرفة لا داخليا ولا دوليا حتى يوم هذا. إذن لهذه الأسباب توافقوا حينها على عدم تبني دستور، وإنما على سن قوانين أساسية، وهذه القوانين بالإمكان تغييرها وتطبيعها، وهذا ما يتم الآن. سيد دحلي، ختاما، في حال تم إقرار هذا القانون وتم تمريره بشكل نهائي في الكنيست، ما مصير نتنياهو والائتلاف الحكومي، وكيف سيكون المشهد في الشارع الإسرائيلي؟ الائتلاف متماسك، الائتلاف يريد هذا التعديل، ولكن إذا تم تمرير هذا القانون سيكون السؤال الأهم ما سيكون مصير الالتماسات التي ستقدم ضد مثل هذا التعديل للمحكمة العليا الإسرائيلية، وماذا سيكون موقف الاحتجاجات على أكثر من صعيد، على المستوى الشعبي وعلى مستوى الجيش الإسرائيلي وخاصة سلاح الطيران ووحدات النخبة، وأيضا على مستوى القطاع الاقتصادي في البلاد. ونحن نرى ونسمع
أن كبار رؤساء الشركات في البلاد أيضا بدأوا يعلنون عن خطوات احتجاجية في حال تم تمرير هذا القانون. إذن سيكون هنالك تأثيرات على المستوى الشعبي، الاقتصادي، العسكري، الأمني، وإضافة إلى كل ذلك بطبيعة الحال على مستوى علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وبالأساس مع جو بايدن رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس الولايات المتحدة الذي يرى بمثل هذه التغييرات مس بجوهر النظام في إسرائيل ومس في العلاقة المتينة بين الدولتين. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من القدس المحتلة المحامي والخبير في الشؤون القانونية سيد محمد دحلي، شكرا لك. تفجرت الأوضاع في السودان في 15 من إبريل بين الجيش السوداني والدعم السريع مخلفة خسائر كبيرة بين المدنيين وأكثر من 3 ملايين نازح ومليون شخص مهدد بالجوع، لتكمل يومها 100 وسط دمار في البنى التحتية وصعوبة في الوصول إلى تسوية بين الأطراف المتنازعة. مئة يوم على الحرب في السودان، خلاف الجنرالات فيما بينهم والمدنيين حول السلطة تصاعد بشكل دراماتيكي. بدأ بخلافات حول الجداول الزمنية لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وملف الإصلاح الأمني والعسكري بين المدنيين والعسكريين، ثم حرب كلامية حادة سرعان ما تطورت إلى صراع مسلح أنكر أطرافه نسب طلقته الأولى صباح 15 من إبريل. هاجمونا عند 9 صباحا في قيادة الجيش ومقر إقامة القائد العام، والدعم السريع هو من أطلق الرصاصة الأولى وغدر بنا. هكذا جاء تصريح الجيش السوداني، فيما قال الدعم السريع إن الجيش حاصرهم في معسكر المدينة الرياضية وأطلق الحرب من هناك. انتشر العنف في الخرطوم ثم انتقل إلى دارفور بحصيرة قتلى فاقت 1000 من المدنيين في الخرطوم وما يقارب 1000 قتيل في الجنينة غرب دارفور وحدها، وأكثر من 3 ملايين نزحوا نحو مناطق أكثر أمنا، منهم ما يزيد عن 800 ألف فروا إلى دول الجوار، وهناك أكثر من 3 ملايين شخص مهددين بخطر الجوع بحسب البرنامج العالمي للأغذية. قدرت جهات رسمية عدد قوات الدعم السريع عشية الحرب ب 120 ألف مقاتل و 17 ألف عربة دفع رباعي و 13 عربة ناقلة للجنود و 54 ألف مضاد للطيران وعدد كبير من مدافع الكاتيوشا وبيتن. قال الجيش إنه قضى على 80% منها. بعد شهر من اندلاع الحرب في 20 مايو وافق الطرفان على التفاوض بوساطة أمريكية سعودية فيما عرف باتفاق جدة للترتيبات الإنسانية الذي تعثر هو الآخر وما زال يحاول انتزاع التزام بوقف العدائيات والوصول إلى تسوية سياسية. إيجاد والاتحاد الإفريقي حاول أيضا عبر مبادرتين التوصل لحلول سلمية، لكنه اصطدم بصراعات قديمة عزز من تعقيدها تمسك الأطراف بالعودة للمسار المدني الديمقراطي، الأمر الذي رفضه الجيش مؤقتا. في يونيو تطور الصراع وانتقل إلى دارفور آخذا شكلا قبليا بقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أب بكر إثر تصريحات له بحدوث إبادة جماعية لإثنية المساليت التي ينتمي إليها، وأن تغييرا ديموغرافيا يحدث بالمنطقة على يد الدعم السريع، وهو ما أكدته لاحقا الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية. منتصف يونيو حاول مؤتمر القاهرة لدول جوار السودان مرة أخرى إعادة الأمل في جعل الطرفين يستجيبا لصوت العقل بوقف دائم لإطلاق النار ودعم العملية السياسية السودانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ رغم ترحيب الطرفين. التلويح بالعقوبات على طرفي الصراع لم ينجح في إثنائهما عن أهدافهما، ولكن ضغوطا دولية من المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات أممية بملاحقة الدعم السريع بجرائم إبادة جماعية في دارفور وجرائم ضد الإنسانية ربما أحرجت داعميه الدوليين وغيرت من موازين القوى على الأرض، بالإضافة إلى تحييد أكثر من 80% من قواته على الأرض. ما زالت الحرب مستمرة بفاتورة باهظة يدفعها المدنيون، مع خروج 90% من المستشفيات عن الخدمة ليواجهون بالرصاص والجوع الموت البطيء، وذلك في سبيل البحث عن مخارج آمنة
لما تبقى من السودان. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي السيد أحمد عبد الله. أهلا بك معنا سيد عبد الله عبر شاشة الغد في الحصاد. بعد 100 يوم على الحرب، لماذا لم يجلس البرهان ودجلو على طاولة التفاوض حتى الآن لإنهائها؟ مرحب بك ومرحب بقناة الغد ومشاهديكم الكرام. أولا ليس هناك كالمعتاد قبول من طرف الدعم السريع، لأنه ليس له شيء يتفاوض إليه. رفض كل الشروط المقدمة من الشعب السوداني ممثلا في الجيش السوداني، رفض الخروج من منازل المواطنين، ورفض الخروج من الأماكن الخدمية. فبالتالي ما لم يستجيب لهذا الشروط، لا أظن هناك تفاوض أو لا أظن هناك جدية من وبالتالي ستستمر الحرب أكثر من ذلك سيد عبد الله في حال لم يتم الاستجابة لهذه الشروط حتى مستقبلا، وفاتورة الحرب ستستمر في الارتفاع. ما المشهد الآن سودانيا في ضوء هذه الوقائع التي نتابعها وهذا التحليل والقراءة من حضرتك؟ نعم سيستمر الحرب بلا شك، وليس خيار آخر إذا لم تستجيب هذه الميليشيا إلى نداء الشعب السوداني ممثلا في قوات المسلحة. حقيقة الآن الشعب السوداني التهم مع جيشه المسلحة في هبوط السودان من أجل دعم هؤلاء الميليشيات والمساهمة مع القوات المسلحة في سبيل إخراج الدعم السريع من المناطق. ورأينا في الأيام الفائتة تقدم كبير أحرزها القوات المسلحة، وشارك فيها المدنيون الذين لبوا نداء القائد العام. فنحن في نظرتنا على النحو العمومي نعتقد أن لم يبقى كثيرا في إفراغ السودان من قوات الدعم السريع. تمام سيد عبد الله، لماذا لم يحسم الجيش السوداني حتى الآن المعركة، على الرغم كما أشرت للحاضنة الشعبية للجيش السوداني والدعوات من أجل مزيد من السيطرة على قوات الدعم السريع وطردها إلى خارج العاصمة التي طبعا سيطرت عليها قوات الدعم السريع لبرها، وتسيطر أيضا على بعض المناطق المستشفيات ومنازل المواطنين كما أشرت قبل قليل؟ أولا لا يوجد لقوات الدعم السريع اليوم تمركز حقيقي مثل السابق، فقط يتجولون من هنا وهناك في أمال الشغب والفوضى. إن الجيش السوداني أحرز تقدما كبيرا وظل حريصا على حياة المدنيين وعلى المؤسسات بشكل أو آخر. هناك أكثر من أجندة، وكل هناك دول كبيرة من الدول التي ترصد للقوات المسلحة في جره إلى التهور في عملية القصف، ثم يتم إدانته إدانة دولية، وثم يهزر طيران الجيش، ثم يهزر المدفعيات. فإن القوات المسلحة ظل يراقب الوضع القطاعي، وظل أيضا يراقب الوضع الإقليمي والوضع الدولي حتى يخرج من هذا الصراع بصورة سليمة وأقل تكلفة للشعب السوداني أولا، ثم للقوات المسلحة. واليوم إشادة قوية من قوات حماية السلام بإفريقيا من اللواء عثمان عباس بأن الجيش السوداني حقيقة يعني وقفة كبيرة في إفشال الخطة المخططة له في حدود 72 ساعة من الذين خططوا لقوات الدعم السريع أن يستولى على جمهورية السودان. نعم سيد عبد الله، ممكن نصل للجيش السوداني. واضح واضح. على مدار 100 يوم الماضية، قبل ذلك كان هناك مرحلة انتقالية، اتفاق إطاري تم التوقيع عليه من قبل المكون المدني والمكون العسكري، قوى الحرية والتغيير. التساؤلات خلال المرحلة الماضية كانت واضحة فيما يتعلق بدور قوى الحرية والتغيير في وقف هذه الحرب والمضي قدما إلى المرحلة التي سبقتها، حتى لو كان ذلك أشبه بالمعجزة. الآن هل قصرت قوى الحرية والتغيير بحق شعبها باعتقادك؟
نعم، الحرية والتغيير قصرت، نعم والآن كل الشعب السوداني يتهم الحرية والتغيير، وبل مؤكدا بأنهم ساهموا في خلق هذه المشهد، وساهموا في الزج بقوات الدعم السريع لمواجهة الجيش السوداني بناء على الإملاءات الخارجية والإغراءات التي تحصل عليها من أجل إنهاء كوكبة القوات المسلحة الباسلة وتفتيت الشعب السوداني. فالآن قوات الحرية والتغيير يتجولون بلا هدف، يتجولون بلا مأوى، يتجولون بلا إرادة شعبية، بلا قائدة شعبية، حتى الآن يعني لا يستطيعون أن يسكنوا في مناطقهم التي كانوا يسكنون فيه قبل أن يمضوا إلى هذه الأمل الشنيع. فبالتالي اليوم قوى الحرية والتغيير ليس لهم أي دور، فقط الدور الآن لدور الشعب السوداني الذي أجمع كلمته، والذي أراد أن يكسروا وأن يفصلوا بينه وبين قواته المسلحة. بل هذا الحرب وهذا الأفعال الشنيعة بالرغم مدمرة، لكن تمام. أتت بنقطة كبيرة للشعب السوداني والالتهام خلف القوات المسلحة. سيد عبد الله تحدث عن سيطرة الجيش السوداني والمعارك لمصلحته خلال الأيام الماضية بل والأسابيع أيضا، لكن كيف نفهم دعوة حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي المواطنين هناك إلى حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم؟ هل نفهم أن الجيش لم يعد باستطاعته حماية المدنيين هناك، أم هي دعوة لمواصلة الحرب وبدء فتح جبهة جديدة في دارفور ضد قوات الدعم السريع؟ أولا هذه الدعوة نعم نعتبرها دعوة مؤخرة جدا، لأنه ظل إقليم دارفور في سراء دائم من ولاد هؤلاء الميليشيات. دعوة السيد الحاكم على الأهالي، لأنه هؤلاء الميليشيات منتشرين بكثافة كبيرة على مستوى الإقليم، وهدفهم الأساسي هو تدحير أهل دارفور وإخراجهم من مناطقهم وتهجيرهم حتى يستولوا على مناطقهم. فبالتالي هذه الدعوة نحن نؤيده وندعو الشعب السوداني وخاصة أهل دارفور للتماسك بوحدتهم من أجل المضوء قدما في إفشال مزيد من خطط هؤلاء الميليشيات السائين إلى قتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم وتشريدهم والاستيلاء على أراضيهم. فهذه دعوة نحن نعتبرها ليس كما يقصده الآخرين الذين يريدون لشعب دارفور أن يظل صامتا، أن يأتي هؤلاء الميليشيات من الدعم السريع أن ينكل بهم كما تم في خرب دارفور وكما تم في زالينجي. فهؤلاء نحن نعتبرهم جزء مشاركين من الأعمال الجهمية الذي يقوم به الدعم السريع، والذي يعني رأيناه مؤخرا جزء كبير من أبناء دارفور الطفوليين الذين لا يهمهم سوى حقائبهم المالية أو الوعودات التي يجنونه من هذه الارتزاق. ذهبوا اليوم إلى تقوى من أجل خصل أيادي الدعم السريع بهذه اللوحة الكاذبة. لكن نحن من قناتكم العريضة نوجه بأن كل هذه الأشياء وكل هذه الخطابات التي تخرج بأن هناك أهل حرب قبلي سيخة، ليس هناك حرب قبلي، بل هذا هو وحدة الشعب السوداني ولب النداء على حماية أرضه وإرضه من هؤلاء الميليشيات. الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من باريس أحمد عبد الله، شكرا جزيلا لك. هذا وقد أدى القتال في إقليم دارفور إلى هروب ملايين الأشخاص للحدود شادية، وقالت نساء إنهن هربن مع أطفالهن سيرا على الأقدام تاركات وراءهن كل شيء. قتلونا وطردونا، هربنا سيرا على الأقدام، هكذا بدأت اللاجئة السودانية فاطمة كلماتها تعبيرا عن الحرب في دارفور جراء العنف الذي اندلع في بلدهن لمدة 100 يوم، تاركين وراءهن منازلهن المحترقة والمدن المدمرة وصولا إلى مخيم أدري بتشاد. والله أنينا عرب طريقة الدين تجوب قتلوا لنا وطردونا، أنينا كان جيرين هدجينا والوايدين قتلون. تسببت الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم في نزوح أكثر من 3 ملايين شخص، وفي زيادة حادة في أعمال العنف والقتل على أساس الهوية في دارفور.
حصل لنا عنينا سحر ولنا بيتنا وقتل الناس وبيتي كله محروق وهاي نسيبت ما عندي وجيت يا وسقا نسيب الامير واشر وقصف تقول لك انا اشتغله ما عندي حاجه محل دخل راس وسبد مشمه ذاته ما في هسه دار نسوي مشمه الله كريم. بين انين اوان الطهي ومحاولة العيش والتأقلم بذلك المخيم تعيش السودانيات وسط دعوات الصلاة لإنقاذهن من حياة الهروب خارج موطنهن بالإضافة إلى مواجهة خطر المجاعة المحتمل. وحديث النساء عن عمليات القتل في دارفور والتحليق المستمر للطائرات فوق رؤوسهن. والله عرب قاعدين بضرب السلاحات ده طوالي في روسنا فوق بس قلبت اللي بيده من الصباح والله من الساعة 6 لـ 6 جوا البيوت قاعدين ده يضربوا 6 لـ 6 ما مرتاحين كله نلبدوا الليال الشعل ضربوا السلاح كمان خلاص جنا يموت كان كبير يموت كان زول صغير وكبير كله يموت بس ما في زول التانيين جروا مشي لكن الرجال ده فينا قتلوا ما فيهم بحالة صعوبة يعني احنا جينا برضو طلعنا بقرعنا جرينا وبرضو ما خلونا بورا من تاردين كده مدارب علمات ما السلم سلم كده بالسلم. بناء كوخ أصبح بمثابة وطن لهؤلاء النسوة هربا من الموت والطرد الذي ينتظر حياتهن بدارفور. أدري بتشاد حياة جديدة بعيدا عن الحرب وإلى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد النازحين، ولكن وفقا لأرقام صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجاوز عدد السودانيين الذين وصلوا إلى تشاد 100,000 شخص. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تنظيم مؤتمر للمانحين قريبا في أعقاب مؤتمر الهجرة الذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة روما. واتفقت الدول المشاركة في المؤتمر على عدة خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم في سبيل الوصول إلى أوروبا. وأظهرت مسودة نتائج منبثقة عن الاجتماع الذي استمر يوما واحدا التزاما بتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والإفريقية في مجالات مثل الطاقة المتجددة. في ظل رغبة أوروبية لتوسيع نطاق اتفاق مع تونس تقول إنه نموذجي بشأن الهجرة غير النظامية، عقدت في العاصمة الإيطالية روما فعاليات المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة العجوز بمشاركة عربية لافتة وحرص على وضع حلول فعالة للقضية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 100,000 مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 عن طريق البحر من سواحل شمال أفريقيا وتركيا ولبنان. وفي وقت تعد فيه إيطاليا المحطة الأبرز للمهاجرين غير النظاميين تقوم سياسة الحكومة الإيطالية بشكل أساسي على منع موجات الهجرة من أفريقيا، ومع استحالة تحقيق هذا الهدف بشكل منفرد دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تحقيق التنمية في أفريقيا وتحسين ظروف الحياة في الدول التي ينطلق منها المهاجرون. وفي تفاعل نشط منها خلال الفترة الراهنة إزاء ملف الهجرة شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين على أهمية توزيع الأعباء، مشيرة إلى مزايا اتفاق وقعه التكتل مع تونس لمساعدتها في تشديد الرقابة على الحدود ووقف تدفق المهاجرين، مع تقديم حزمة مالية بقيمة 1,100,000,000 دولار لدعم الاقتصاد التونسي المنهك. الدول العربية المشاركة بالمؤتمر لم تكن أقل اهتماما بالقضية الشائكة، إذ أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اعتزامها المساهمة بمبلغ 100,000,000 دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
يأتي ذلك فيما استعرضت مصر تجربتها الناجحة في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق نهج شامل أسفر عن عدم انطلاق أي قارب للمهاجرين غير الشرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر عام 2016، بينما شددت تونس على رفضها أن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون، وأكدت ليبيا ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية لمواجهة هذه الظاهرة ومساعدة دول القارة الأفريقية للتغلب على أزماتها. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من روما رئيس جالية العالم العربي في إيطاليا والخبير في ملف الهجرة دكتور فؤاد عودة. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد في الحصاد. سيد عودة، ما أهمية مؤتمر اليوم بشأن الهجرة ووجود قناة نقاش بين أوروبا ودول المغادرة؟ مساء الخير للجميع. أهلاً. علامات مهمة زي ما احنا عارفين، يعني احنا متابعين ملف الهجرة من سنة 2000، بداية سنة 2000. في هذا الاجتماع الدولي في له ثلاث نقاط مميزة يعني بنتأمل انها بتعطي نتائج حقيقية وليس فقط مؤتمر. اولا اجتماع بين أوروبا، الدول العربية وأفريقيا. سابقا كانت إيطاليا تجتمع مع ليبيا، تجتمع مع تونس، الدول الأوروبية تجتمع لحالها، بس اليوم في عنا اجتماع كامل وشامل. ثانيا النقاط اللي تناقشوا فيها مقسومين في قسمين، وهذا نقطة إيجابية. القسم الأول كيف مقاومة الهجرة الغير نظامية ودعم الهجرة الشرعية، هاي ملف مهم. والملف الثاني بالنسبة للاجئين السياسيين، لأنه في السابق النقاش كان النقطتين مع بعض، وفي إيطاليا احنا بنعرف إنه الهجرة الغير شرعية أو غير نظامية كانت تحل محل الهجرة الشرعية. عشان هيك النتائج الإيجابية للهجرة الشرعية، وإحنا يومياً نتكلم عنها بالتلفزيون والصحف، لا نستطيع أن ننساها. والنقطة الثالثة اليوم الإرادة الكوية من الدول الأوروبية والدول العربية والدول الأفريقية العمل معا. نعم سيد عودة، مساعدة واضح واضح. ولكن بعد هذا المؤتمر وبعد ما تتحدث به حضرتك الآن، هل يمكن أن تتغير السياسات في أوروبا على صعيد صلاحيات وزراء الداخلية الذين هم من اختصاصهم ملف الهجرة والتعامل مع هذا الملف فقط على أنه ملف أمني، أم أن الرؤية ستتغير وسيكون هناك رؤية جديدة بعد هذا الاجتماع؟ أنا كخبرتي يعني كطبيب نفسي، ليش؟ لأنه عالجنا المهاجرين وخبير في هذا الملف. أنا بحكم على النتائج بعد المؤتمر ونشوف كديش يعني تم تحقيق كل الأهداف اللي أعلنوا عليها اليوم. وفي في البداية ميلوني وفي النهاية نفس الشيء ميلوني، وأهداف مهمة. بس شو زي ما أنت تفضلت، النقطة الحساسة في أوروبا إنه أوروبا أثبتت للأسف أنانية والأغلبية. أشكرك. مع حكومات من اليمين ومن اليمين المتطرف. عشان هيك فيش عندنا سياسة خارجية وسياسة تضامن أوروبي، متوحدين كلهم مع بعض. ليش انتهى وقت المقابلة؟ بسبب السياسات الداخلية. السيد فؤاد عودة رئيس جالية العالم العربي في إيطاليا وخبير ملف الهجرة حدثتنا من روما، شكرا لك دكتور. ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. في أول لقاء مباشر بينهما منذ تمرد جماعة فاغنر، الرئيس بوتين يؤكد لنظيره البيلاروسي فشل الهجوم الأوكراني المضاد. تصاعد حدة الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية في إسرائيل عشية التصويت عليها في الكنيست.
الحرب في السودان تدخل يومها 100 مخلفة وراءها آلاف القتلى وملايين النازحين مع تعثر الحلول الرامية لوقفها. الدول المشاركة في مؤتمر روما تتفق على اتخاذ إجراءات للحد من الهجرة غير النظامية. شكرا لكم على كرم المتابعة، هذه تحياتي أنا حازم زميلي، دوما في أمان الله.